لك ان شاء الله بتطلعي على قبري لك حبيبتي، لك والله العظيم فلشتيني انت، بعيد الشر عنك، هذا كله عين وصابتك. انا بس عايزه افهم لازمتها ايه بس كل الادويه دي يا مهند؟ لك لا لا هيك، لك ننوستي انت عم تعسيلي على طرفها، شو لازمتها ايه؟ لك هدول الادويه كلياتهم حديد وفيتامين وزنك ومدري شو، قال لي كله مشان ترميم العظام. عظام؟ عظمه ايه ده بس اللي عايز يترام؟ دي كلها فكشه. لك فكشه شو تقبري قلبي انت؟ لازم اطمن عليكي، اعمل لك تصوير بالاشعه، رنين مغناطيسي، لك حتى الطبقي محوري كمان. بص بقى يا مهند يا حبيبي، انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت يعني يا اخويا معاك 15000 ليره عايمين على قلبك كده هون، مش عارف توديهم فين، اديهم لي يا اخويا، اديهم لي وانا هتصرف فيهم. طيب يا حبيبتي يا عمري انت، بركي معك نزيف داخلي، ارتجاج بالدماغ بالمخ. ارتجاج بالايه؟ بالدماغ؟ ضحكتني وانا متضايقه، رح تيجي منين يا اخويا الدماغ دي ان شاء الله. طيب تشكلي قاسي، انت لوين حابه نروح نتغدى هيك انا وياك اليوم؟ فين يعني؟ في البيت، هوم سويت هوم. هوم سويت هوم حياتي انت، لك بس انت لازمك هيك اكله تفتت مقادم سجقان، لك تغزيلي حالك يعني. فتت مقادم وسجقان؟ ومالها بقى يا اخويا الجز المز؟ دي جميلة وزي الفل والناس كلها هنا في سوريا بتشكر فيها. اولا اقول لك على حاجة، القوطة كلها معادن وكلها فيتامين ماشي، والبيض كله كلس، عايز اكتر من كده ايه بقى؟ جاز مز لحالة ما لح طعميكي، باخد لك فروجة جاجا. الحقيني يما الحقيني يما الحقيني يما، انا جوزي عايز ياكلني فرخة عشان حتة فكشة. ليه البعزقة دي يا مهند؟ ليه انا عملت فيك ايه؟ لك روقي لك حياتي روقي، يجي طق لك شعرق هلا، يا جاجا يا لا، جاز مز ما في. طب امشي دلوقتي يا مهند. لوين تقبريني؟ امشي قدامي، امشي قدامي، ما انا عارفاك انت الموضوع لما يعشعش في دماغك ما بتسكتش. خلاص اتركيني، لك اذا ما مت من اليبرة راح اموت منك. لك ما بصير تضلي يا ابرة، عيب بطنك لازم كلها تطلعيهم. يا هنادي نامت. لا ما بصير تنام ابدا. الحمد لله اجاك شيء حدا تنتهي. حاسب شيء؟ حاسه انه في حراره؟ حاسه انه نفسك عم تلعي؟ حاسب دوخ؟ حاسب شيء؟ اطلعوا انتوا التنتين برات الباب واتركوني هلا بهالثانيه. مين قال لك تقتحمي اوضتي وتخترقي مجال المغناطيسي وتفيقيني من السياس تبعي المقدسه؟ شكله السياس السم بلش ياخذ مفعوله. هنادي اصحي مشان الله، اصحك تنامي، صار لازم اغسيل معك.